جزاك الله ألف خير. ويدا شوف توقف في عارتنا. أقول نازل يدك يردي. شوف قمر مع مين يا شوف؟ قمر. واقفة بعد مع رجال؟ يعطيش فلوس؟ أنا وأنت فلوس والله ما تعيشين. تعور من بيتي يا أخوي. على اللي ما ترك حالي دي حالي وأخذ صوته من أبني وأخذ شوفه. حلا حلا اليوم ملكتي لازم تحضرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف الصلاة والسلام. يوم سكر الباب انت لا تفتح لا أجي أفتح وجهك الحين. هلا يزن اللي ما يشتهي على وجهه أنا أوريه. بعدين أنا قصري هو قل بس أنت مو وجهك وجهك قصر أقول نعم نعم يا أخي أنت وين جايبنا؟ مديك عند شيخ خليك طويلة مثل بنت تراب. هل عدنا؟ قل ترى طبي شايفكم. هذا الشيخ اللي قلت عنه. يا شيخ نظر الله لازم عليك كذا الحليم الطوار بعد هذه السيرة أبي حطط لك شيء حلوة. تعال روح على الشيخ روح عليه واجي كلاك واجي كلاك يبعد مش تمام والله. يا ويلي تعال وأخيرا صرت طويلة. يا اخي خلصنات في وقت يا اخي بلشتني هذا جايك انا ابو قحصه هذا من شفت وجهه وانا غاسل يد الله على الجبس لا وارد الستي يا ولد لا تبغى ازعلوا روده وسكر جيمس مين يا ابوي هذا هو راجل جيمس يا زين الذاكر ها يلا ابو جيمس قم قم عطوني على الجمس خلصوني الله على الجمس الجمس ولا لا وارد يا غبرة حتى ابوي انهبل يا حلا شوفي لي احد يغسل السيارة بسرعة ابشر يا شيخ الحين انا ادي لك جوزي اخليه يمسح لك السيارة ما شاء الله عاشق ونادر حياتي شفت بعيونك وطن لحد اخر نفس بيا ما يفرقنا الزمن انا اللي كنا يا حبيبة قلبي انتي يا بعد ناسي وهالي
اطلع برا برا يا اخوي انا بعرف انت من حطك حكم ليه يا حكم ليه يا حكم مو كاسره برا انت الثاني يما شوفي طلع اخوي الحكم غشاش وانا بنت ابوي الحكم يغش من هذي؟ يا حكم يا بارد وجه كم تبعي لك فلوس؟ سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية سيارتي قيد ضد الجبال